بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة نتكلم على نوع من أنواع النباتات الشتوية الجميلة المفيدة، هو نبات النهاردة عن البنجر أو الشمندر أو الشندر أو بربة. دي أسامي ترجع للنبات الجميل ده. النبات احنا بناكل منه حاجتين، لإما بناكل المجموع الخضري بتاعه في السلطات، أو بناكل الجدر بتاعه اللي هو الجزء الأحمر ده. في من البنكر نوعين، في بنكر السكر اللي احنا بنطلع منه السكر تمام على مستوى العالم، وده بيبقى الجدر بتاعه لونه ابيض وبيبقى حجمه كبير جدا، ممكن يوصل واوزان كمان. اما حلقتنا النهاردة هتبقى متخصصة على البنكر الاحمر الجميل اللي احنا بناكله وليه فوائد جميلة جدا جدا. نيجي نتكلم عنه ونقول ان البنكر من النباتات الثنائية الحول. يعني ايه؟ يعني بزرعه في موسم الاولاني عشان ناخد منه الجدر، بعد كده بناخد الجدر ده نزرعه مرة تانية تمام عشان يطلع لنا المجموع الزهري ومنه الاخصاب والتلقيح ويتم انتاج البذور بتاعته، فيبقى عشان كده احنا بنسميه ثنائي الحول. في منه بعض الاصناف البرية بتبقى معمرة، بس في الحاله ديت احنا الجزء النباتي اللي احنا بناكله يا اما المجموع الخضر يا اما الجذري، فلو معمر احنا كده كده بنقلعه عشان ناكل المجموع الجذري بتاعه. طب النبات مفيد جدا لعلاج فقر الدم، مصدر غني بحمض الفوليك، غني بالاملاح والفيتامينات. الماده الحمراء دي اسمها بيتا سيانين. بيتا سيانين ده مركب نيتروجيني فيه فوائد عظيمه جدا جدا. نيجي نتكلم على طريقه الزراعه. طريقه الزراعه حاجتين، الاساسي بذره عشان ناخد منها الجدر، بس في بعض الحالات طبعا احنا شايفين المنظر ده، في بعض الاسواق بيكونوا قاصين المجموع الخضر بالشكل دوت وبالمنظر ده بحيث ان انت يتباع في الاسواق. اما لو انت لقيت البنجر فيه جزء من السليم الراس بتاعته بتاخده، ممكن تحطه في كوباية مية وينبت بعد كده، بس في الحالة دي بيدينا مجموع خضري بسيط، مجموع خضري ده اللي احنا بناكله سلطة، مش هيطلع لك جدر. ليه؟ النبات هو هو، بس بعد كده المجموع الخضري ده اللي هيطلع لك الشمراخ الزهري ومنه البذور. ده لو احنا عايزين نعملها مثلا تجربة للأطفال في المدارس أو المنزل، ولقيت البنجرية عايز تحطها في مية كده ويطلع لك مجموع خضري، مفيش مشكلة، بس ما تحلمش ان انت تاخد جذور تانية من البنجر تمام. نيجي نتكلم على طريقة الزراعة ومواعيد الزراعة وكل حاجة. أول حاجة مواعيد الزراعة بنبتدي من نص 8 لغاية شهر 2، هو محصول شتوي بيحب الشتاء نزرعه فيه. طيب لما أنا عايزه على مدار العام أعمل إيه؟ أو أي نبات عايزه على مدار العام، أزرع على عروات أو على فترات. يعني مثلا أزرع نص 8 وبعد كده اول 9، نص 9، اول 10، نص 10، اول 11، وهكذا. كل اسبوعين ازرع كميه، يبقى بالتالي لما اجي اجمع بجمع على فتره من الزمن كبير. لما اجي ازرع البذره احنا عرفنا ميعاد الايه؟ الزراعه. طب لما اجي ازرع الجدر نفسه عشان يطلع لنا التزهير، بزرعه في شهر 2 و3 يديني تزهير بتاعه والبذور على شهر 5 و6، يبقى اخد البذره منه اللي اخدها بعد كده ازرعها على نص 8، يبقى احنا كده عرفنا دوره الزراعه بتاعته. طيب بالنسبه للبذور، اتي شكل البذور بتاعته بالمنظر ده تمام، بجيبها من عند العطار او العشاب، بقول له عايز بذور بنجر الاحمر بتاعنا، بلاش بنجر السكر. بنجيب البذره من نقعها في شويه ميه لمده يوم، وبعد كده باخدها عندي. ولازم نعمل حاجه، انا لما باجي بشتري البنجرايه لازم يكون القطر بتاعها من 5 ل 8 سنتي تمام، ده القطر بتاعها من 5 ل 8 سنتي. فلازم لما اجي ازرع ازرع في حاجه تحتوي هذا المجموع الجذري اللي انا ازرعه. طب ازاي؟ نيجي نقول الظروف الجويه، احنا قلنا في الشتاء ميعاد الزراعه عرفناه. التربه لازم تكون التربه خفيفه، ليه؟ عشان الجدر هيكبر، فلو التربه متماسكه زي الطينه الثقيله هتبقى في مشكله. طب لو في حجر وفي زلط وفي شوائب في التربه هيطلع لك الجدر غير مستوي، هيبقى تعبان، هيبقى مش في مشكله فيه.
فلازم تكون التربه خفيفه، فاحسن خلطات التربه اللي تبقى اللي هي خلطه ايه الرمله مثلا والطينه بنسبه 3 رمل لواحد طين. طب انا لازم تكون التربه عندي غنيه بالسماد العضوي، ليه؟ ان فتره حياه النبات بسيطه، فمش محتاج ان انا اديله سماد كيماوي عشان يبقى اكل صحي، تمام، ما يبقاش فيه اثر متبقي. يبقى في الحاله دي لازم التربه تكون خفيفه، لازم تكون غنيه بالسماد العضوي. طب السماد العضوي بحطه ازاي؟ لو انا ازرع في حديقه منزليه بحط 10 كيلو سماد عضوي للمتر المربع. لو انا هزرع في قصيص، اقل قصيص ازرع فيه مقاس 20 مقاس، اعرفه ازاي؟ ادي شبر، اعتبر الشبر بتاعك 20 سم والعمق بتاعه 20، يبقى ده ايه؟ اقل مقاس تزرع فيه. طب القصيص المقاس 20 تزرع فيه كام نبات؟ واحد، اتنين بالكتير، اتنين بالكتير. لازم يكون مسافة الزراعة بين النبات والنبات مش اقل من 10 ل 15 سم عشان طبعا الحجم يكبر ويبقى كويس، بدل ما يبقى ايه الحجم بتاعه صغير. يبقى لازم نعرف الموضوع ده. شايف التربة لازم تكون ايه؟ خفيفة، مش طينية تقيلة. طيب ده بالنسبه للتربه، عرفنا التسميد بتاعها. نيجي نتكلم عن البذور. بنجيب البذره بننقعها لمده يوم وبعد كده ناخدها. انا هزرع دلوقتي في القصيص ده كام بذره؟ ازرع في القصيص ده ثلاث بذور. ليه؟ عشان نسبه الانبات، نسبه الـ طبعا لما حتى كمان يحصل نسبه انبات 100% فهختار النباتات القويه واشيل النباتات الضعيفه اعدمها. طب لو طلع كل النباتات اللي عندي نباتات قويه زي المنظر ده، انا زرعت كميه كبيره زي ما ناس كتيره بتزرع كميات كبيره وطلع لي الشكل ده، هل الشكل ده ينفع يستمر؟ لا. طب اعمل ايه؟ هموته كله؟ اعمل حاجه من الاثنين، لا اما اخد جزء منه اكله في السلطه بالحجم ده، يبقى ده المستنبت، احطه في السندوتشات للاطفال رايحين المدرسه او ليك، تمام، وانت رايح العمل بتاعك، او ان انا اقسمه. طب اقسمه ازاي؟ بجيب معلقه صغيره، معلقه الشاي، واحاول ان انا ادخل بالمنظر ده كده كامب النبات، ابعد عنه شويه واشيله بجزء من التربه بالشكل ده، تمام، شلته كده، تمام، واحاول بقدر الامكان افصصه بالراحه. قدرت افصص بجزء من التربه ما تتفككش منك زي كده، اوكي، حسيت ان التربه هتفرول، اروي الاول التربه ميه وبعد ساعه ساعتين اعمل الحركه دي. مش عارف برضه، مش مشكلة، اعدم النبات وخلي عندك النباتات القوية. طب انا خدت نباتين بالمنظر ده ينفع ازرعهم؟ اقول لك حاجة، مش ده كبير وده صغير، شيل الصغير اعدمها، تمام، اهو اعدم ده وست الكبيرة الحلوة الجميلة، اعمل ليها مكان في التربة بتاعتي واحطها في القصيص اللي مقاس ايه 20 زي كده، تمام، حطيتها بالمنظر ده واحط التربه حواليها، تمام، واروي. طب الري نظامه ايه؟ واروي بالمنظر ده كده، بقى عندي نبات واحد في القصيص بتاعي مقاس 20، واحط الزراعه بتاعتي من اول البذره في مكان مشمس. لو انا حطيته في مكان نص نص، احنا قلنا زراعه شتويه، يعني كده كده الجو في الشتاء بيكون ما فيهوش الاضاءه القويه بتاعت الصيف، فلو انا حطيته في مكان مظلل هيطلع النبات مسروي، لان النبات مسروي تلاقي النبات طالع وبيميل بزياده عن اللزوم، لازم احطه في الشمس يطلع معايا نبات قوي وجميل وكويس. دايما اختار القوي واسيب اسيب القوي واشيل الضعيف ارميه او اعدمه او اكله، مفيش اي مشكله بالنسبه لي. طيب التسميد احنا قلنا التسميد يكون عضوي قبل التربة، قبل ما نزرع بنحط السماد بتاعنا نخلطه بالتربة كويس ونديله مية لمدة 3-4 أيام وبعد كده أزرع البذرة بتاعتي. طيب النبات بيقعد قد إيه معايا؟ من ساعة ما ينبت لغاية لما آخد الجذر بتاعي اللي أنا هاكله من شهرين لتلاتة. يبقى في الحالة دي محتاج إن أنا أدي سماد كيماوي؟ لا. طب أعوض بإيه؟ لما يبقى النبات عندي منبت بالمنظر ده، لما ينبت بالمنظر ده كده هو خدت غذاء من السماد اللي انا حطيته، اعدت من ده شهر وادي دفعه سماد عضوي تاني، او ادي شاي الكومبوست، او ادي هيوميك اسيد، ان الهيوميك اسيد ده سماد عضوي مستخرج من حاجات عضويه زي ما انا ذكرت في حلقته في القناه، وشاي الكومبوست عملت عنه حلقه في القناه ازاي تستعملوه، والسماد العضوي برضه عايزين في القناه عندكم ازاي تعملوه،
تمام؟ فكل حاجة موجودة في القناة، وبعد شهر كمان أدي. يبقى أنا أدي كم مرة؟ 3 مرات قبل الزراعة، وبعد شهر، وبعد لما ينبت أعد شهر، وقبل مجمع بشهر، هو كله على بعضه إيه؟ من 2 لـ3. يبقى أنا عندي أكل صحي كواليتي ما فيهوش أي مواد كيماوية. طيب لما أجي أجمع عايز أطلع الورق بقطفه وأعمله في السلطة، أو بطلع الثمرة بتاعتي بعرفها إزاي إن هي كبرت، بعد 2 شهر أشيل نبات من التربة، لقيت الحجم بتاعه المناسب بالنسبة لي عايز أكله باكله، عايز أخليه شوية كمان حط، مفيش أي مشكلة. طب بالنسبة للري، الري فيه بقى نقطة فيه، لو أنا زودت الري الجتر بيحصل له تعفنات وبيحصل له أمراض فطرية، وبيحصل مجموع خطر كبير عن المجموع الجذري، تلاقي المجموع الخطري ضخم جدا والجذور مفيش، ليه؟ إن أنت بتديله مية كتير. طب لو قللت المية هتلاقي الجدر اللي انت هتاخده مخشب، تيجي تاكله تلاقي فيه ألياف وتلاقي طعمه مش كويس خالص ويبقى متعب وصلب. طب الحل ايه؟ الاعتدال، زي ما ذكرت في الحلقة رقم 204. يبقى احنا كده عرفنا النبات، عرفنا ازاي نزرعه، الظروف البيئية، التسميد، المكان اللي هيتحط فيه، طورة حياته، قصته. طب الحصاد عرفناه ان احنا بنزرع من نص 8 لشهر 2 على عروات، بعد كده لما هتزرعه جدر عشان يديني بذرة شهر 2 و3، يديني البذرة في 5 و6. بالنسبة للأمراض بتاعته، الأمراض بتاعته مش كتيرة، الحشرية، ليه؟ إن هو في فصل الشتاء الإصابات الحشرية قليلة، لكن برضو نبقى عاملين احتياطاتنا في الأماكن اللي فيها دفع، زي منطقة الخليج العربي فات الأماكن فيها بيكون في دفع، فممكن يجيله إصابة بالدودة أو إصابة بذبابة الأوراق البنجر أو بصناعات الأنفاق. فلازم في الحالة دي عشان النبات عمره صغير مش عايز أستعمل مواد كيماوية، فحط إيه؟ أحط المصايد البلاستيكية. في حلقة في القناة عملها لكم عن المصايد البلاستيكية، تجمع عليها الحشرات ويبقى كده أنت ما استعملتش أي مبيدات حشرية. ده بالنسبه للاصابات الحشريه. طب ايه تاني عندك؟ لو جاتلك بقى الاصابه وكتيره، اقطف الورق وارميه، اقطف الورق وارميه. طب بالنسبه للامراض الفطريه، الامراض الفطريه بتجيلك نتيجه الري الكتير، عمر ما الري القليل هيجيب لك امراض فطريه. الميه الكتير بتزود نمو الجراثيم الفطريات مع الشتاء مع سوء الصرف بالنسبه للاسس، فلازم ان انا اعمل صرف كويس وماء باعتدال زي ما ذكرت في الحلقه رقم 204. طب لو حصل اصابه فطريه، ادي رشه خفيفه باي مبيد فطري واسقاه زي ما ذكرت في الحلقه رقم 41، لكن قبل الجمع بشهر، قبل الجمع بشهر لاي محصول مهما كان، اوقف اي معامله كيماويه مهما كان، سواء فطريه او حشريه او سمنت. تمام؟ حلقه النهارده حلقه موجزه عن نبات البنجر او الشمندر او الشندر، وعرفنا ازاي نستعمله وازاي نزرعه في البيت. تحياتي لكم جميعا ومع الف سلامه.